المؤتمر ده على مدار اليومين ده المؤتمر الدولي الثامن لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية. الحقيقة المؤتمر ده مؤتمر متشعب، لأن من اسمه ده بيتكلم عن أورام الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية، وده بيخص كل الأطباء اللي من المجالات اللي احنا قلناها دي اللي بيشتركوا في علاج الأورام. المؤتمر فيه حوالي 40 خبير عالمي دولي مستضيفينهم، المؤتمر مستضيفهم، وفي ما يزيد عن 100 محاضرة، 12 ورشة عمل. دايما كل المؤتمرات بتتكلم تلاقي مثلا بتوع الأورام لوحدهم، بتوع الجراحة لوحدهم، بتوع الأشعة التدخلية لوحدهم، بتوع الكبد لوحدهم. المؤتمر ده كل التخصصات مع بعض بتناقش نفس المريض، ودي حاجة مميزة جدا لهذا المؤتمر. يعني لما بيبقى في موضوع أو ورم معين أو حاجة معينة محتاجة، بيبقى اللي قاعد بيتكلم كل التخصصات المعنية، وبالتالي بيبقى الفايدة كبيرة للناس اللي قاعدة بتسمع وتتعلم، أو مش بتعلم، تعلمة جاهزة بس عايزة تنمي فكرها وتعرف إزاي تتعامل مع الحاجات الصعبة. Meetings and discussions here with surgeons, with hepatologists, and with medical oncologists, and really all types of things are covered. And the collegiality and the collaboration is really very nice. And really under the culture of Dr. Hitta and Dr. Al-Ghazali, you really feel like this is sort of a strong academic environment, one where good debate and discussion is being had, but also sort of in a culture of collaboration and friendship, and really trying to do the best for patients. كبار علماء العالم اللي هم مؤلفين كتب العلاج الأورام كلهم موجودين بنفسهم، وجود حضور من الأطباء من مختلف دول العالم، من كينيا ونيروبي والوطن العربي والصين وأوروبا والولايات المتحدة، كل ده الحقيقة بنفخر إن هو موجود على أرض مصر. دايما بيبقى فيه الجزء العملي بارز ومهم جدا. السنة دي احنا عملنا بس حي ومباشر من قسم الأشعة التداخلية والقسطرة، جهاز القسطرة وجهاز التردد الحراري والعلاج أورام الكبد. الحقيقة عملنا في البث المباشر من عين شمس التخصصي 4 حالات لعلاج أورام الكبد بتقنيات وطرق مختلفة. استعملنا في حالة العلاج بالتردد الحراري مع الحقن من خلال القسطرة، وحالتين تانيين العلاج عن طريق الكي بالمايكروويف، وحالة تانية عالجنا الورم في الكبد عن طريق الحقن بالحبيبات الدوائية من خلال قسطرة الكبد الشريانية. الحقيقة هذا التطور الكبير والإنجازات والحقائق والعلمية الكبيرة التي تم الكشف عنها هتؤدي إلى ارتفاع نسب الشفاء بالنسبة للمرضى. الحاجة المهمة كمان جدا هو الحاجات الوقائية اللي احنا استخدمناها، أو العلاجات أو الأساليب الوقائية التي تؤدي إلى خفض حدوث الأورام بنسبة تصل إلى 40%، ومنها تقليل استخدام أو العلاجات أو الدهون المشبعة، الرياضة بصفة دورية، تقليل السمنة، تقليل استخدام اللحوم الحمراء. كل هذا الكلام أدى إلى تقليل أو هيؤدي إلى تقليل حدوث الأورام في المجتمع المصري أو في المجتمعات عموما حسب الإحصائيات ومنظمة الصحة العالمية.